تنزيل من حكيم حميد. مضت له من السنون أكثر من 14 قرنا وهو لا يزال غضا طريا معينا صافيا لم يتكدر على كثرة الواردين وكثرة القارئين، وإنما هو معين صافي كأنما نزل الساعة، ذلك أنه من عند أحكم الحاكمين العليم بحاجات البشر وما يصلحهم وما ينقذهم من ويلاتهم وما يرفع عنهم كابوس الذل والمهانة، ذلك أنهم تنزيل من أرحم الراحمين. وقد جرب وقد مرت عليه 1400 سنة إلا قليل، وهو لا يزال كل من حكم به عز ونجا وكل من عارضه خاب وخسر. فجاء عباد الله، توبوا إلى الله جميعا وارجعوا إلى حماه. يا حجاج بيت الله الحرام، نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقد حج صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فأخذنا عنه المناسك، وما من شيء عمل إلا ونقل عنه صلى الله عليه وسلم. لما زالت الشمس في مثل هذا اليوم خطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وأقامتين، ثم وقف في الموقف شرقي الجبل وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ففي أي مكان وقفت أخي المسلم لا تكلف نفسك، لا تشق عليها، قف في محلك. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعاة يأمرون الناس أن يبقوا في أماكنهم من عرفة، قال: أيها الناس الزموا مواقفكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ففي أي مكان وقفت يا أخي المسلم داخل حدود عرفة وأميالها إلى أن تغرب لك الشمس وأنت في هذا المكان، فقد أتممت الوقوف بعرفة، وإذا انصرفت عليك بالرفق. وما دمت واقفا من الآن فاشغل نفسك بالذكر والدعاء والتكبير والتهليل.